قد يتسبب نقص فيتامين سي في الجسم عجزا في اصطناع الكولاجين، وهو البروتين الرئيسي في الأنسجة الضامة والمسؤول عن نضارة البشرة، ونتيجة لذلك يؤثر نقصها على الجلد والأوتار والأربطة والعظام. إذا حول العلاقة ما بين فيتامين سي والكولاجين وأهمية كل منهما على الجسم تحدثنا الصيدلانية فاتن أبو قبع. أهلا وسهلا فيك يا فاتن. أهلا وسهلا فيك يا رب. موضوع يعني كثير مهم حقيقة ويشغل بال كثير من السيدات، وصار مستهلك الحديث عنه للأسف، معلومات مغلوطة عم تنتشر عن الموضوع. لكن خلينا بداية نوضح للمشاهدين الكولاجين، شو هو الكولاجين؟ جميل جدا، مثل ما تفضلتي بداية هو هو النسيج، يعني هو البروتين المهم لكل نسيج ضام بجسمنا، مو بس للجلد. يعني نحن نعرف فقط الكولاجين للبشره او الكولاجين للمفاصل، لكن بالعين في كولاجين، بالكليتين في كولاجين، بالشعر في كولاجين، بالاوعيه الدمويه في كولاجين، بالغضاري، بالاوتار، يعني كل نسيج من انسجتنا في كولاجين. فقد ايه هو مهم، يعني رب العالمين حتى جعلنا انه من عمر من وقت ما ينولد الطفل لحتى سن العشرين هو في انتاج مستمر هذا الكولاجين من الكبد. لكن بعد سن العشرين بصير في بقى انحدار تصنيع الكولاجين، بنوصل ل 30 صار انحدار شديد جدا، ومن هم تبدا المشاكل، تبدا بقى تصلب الشرايين انه بصير في نقص بانتاج الكولاجين بالاوعيه الدمويه، تبدا خشونه المفاصل انه في نقص بانتاج الكولاجين بالمفاصل والغضاريف، والاضافه للشعر، مشاكل الشعر ومشاكل البشره اللي كلياتنا بنشوفها هي علامات تقدم في السن وعلامات المبكره للشيخوخه. فهو فعلا تعتبر عنصر مضاد للشيخوخه، وهي الماده الغرويه المهمه جدا لارتباط الانسجه او خلينا نسميها الخلايا بين بعض البعض. فكل ما كان إنتاجه أكبر وتعزيزه أفضل، فكل ما حنحصل على جسم صحي، مو بس بشرة صحية، وإنما بشرة صحية ما رح نعاني من تصلب الشرايين، ما رح نعاني من خشونة بالمفاصل أو بالأوتار أو بتليف الشعر أو تساقط أو بنحس. حتى صار في عنا كولاجين للشعر للأسف، هي كمان منتجات مستهلكة، مثل ما كبسولات الكولاجين للبشرة أيضا منتجات مستهلكة وتجارية فقط. نعم طبعا، رح نحكي كمان شوي إنه كيف نحصل على الكولاجين الطبيعي، لكن دعينا نأتي إلى فيتامين سي. ما هو فيتامين سي؟ جميل جدا، شو علاقة فيتامين سي مع الكولاجين؟ ليش ربطوهم مع بعض؟ هلا الفيتامين سي هو عبارة عن مضاد أكسدي، هو حمض أسكوربيك. نحن نعرف فيتامين سي هو للرشح للجريب، يعني أي شخص عنده نزلة برد، عنده نزلة إنفلونزا، نقول له يلا عليك فوارة فيتامين سي، هي متعارف عليها. لكن الفيتامين سي هو عبارة عن مضاد أكسدي، يعني هو بيعاكس الإجهاد التأكسدي والجذور الحرة المنتشرة في جسمك، وبالتالي حيساوي عندك مهم جدا لنضارة البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين. يعني إذا أنا كولاجين موجود خلايا عندي بالكبد قادرة على تصنيع الكولاجين، لكن فيتامين سي في نقص بجسمي لن يتم اصطناع الكولاجين. تخيل يعني أنا كبدي تماما شغله نظيف وما شاء الله يعني الإنزيمات عنده فعالة، لكن عندي نقص فيتامين سي، فبالتالي الكولاجين رح يصير في نقص عندي. فقدمهم هو العلاقة بيناتهم، إنه بالإضافة إلى هو معزز لمناعة الجسم أيضا يساعد في إنتاج الكولاجين وقضاء على الشوارد الحرة ومنع الإجهاد التأكسدي. لذلك نحن بنلاقي دائما مهم جدا بمنتجات الكولاجين إنه يكون مرافق للفيتامين سي، مع بعضهم يكونوا إجباري. يعني تلاقي الكولاجين لحاله عم تستخدميه لحاله رح يصير في ضعف، وما حتلاقي هالفعالية تمام، هالفعالية اللي الواحد عم بيكون عم ينتظرها. لكن لما بيكون مع بعضهم ترافقوا مع بعض، أنت هيك حفزتي إنه يكون عمل الكولاجين تماما 100% وانتاجه افضل وتحفيز اصطناعه بيكون بشكل كامل. نعم، طب احنا كيف فينا نتاكد او نعرف انه في عندنا نقص بالكولاجين؟ هل الامر يحتاج الى فحوصات معينه او تشخيص معين، ولا ممكن نعرف من ذاتنا؟ جميل جدا، هلا انا بقول ما في شخص ما عنده نقص فيتامين سي، خاصه اذا كان نظامه الغذائي فيه خطا، ما كان عنده نظام غذائي متوازن او منتبه شو عم ياكل. هلا احنا الفيتامين سي سبحان الله يعني هو متواجد بكميات رهيبه جدا بالمواد الغذائيه الطبيعيه، عكس الكولاجين المواد الغذائية الموجودة فيها قليلة جدا. ليش؟ لأن الكولاجين عم ينتج طبيعيا، ورب العالمين خلق انه اجهزتنا تنتجه، اما الفيتامين سي لا ينتج، لا يتم اصطناعه داخل الجسم، فلا بد من تناوله بشكل مصدر خارجي وموجود بالفواكه، بالخضروات، بالبروكلي، بالملفوف، بالبرتقال، بالليمون، بالفلفل الاخضر، الفلفل الاحمر. يعني موجود بمصادر غنيه جدا. لذلك بنقول فكل شخص، معلش ما في فحص اصلا، ما في فحص، وفيتامينات ذوابه في الماء، ما في فحص روحي يعني انا المختبر دي والله حلل لي فيتامين سي شوف عندي نقص ولا ما عندي نقص، ما في تحليل له. لكن اي شخص عنده اعراض نقص الكولاجين حيكون عنده اعراض نقص فيتامين سي. شو اعراض نقص الكولاجين؟ تماما، هلا اذا بدنا نخصص اعراض الكولاجين بالبشره، نحن حنختص اليوم او نحكي حلقتنا عن البشره.
أول عرض هي البشرة الباهتة، الهالات السوداء حول العين، التصبغات الموجودة في البشرة، شحوب البشرة، علامات تقدم في السن في وقت مبكر. إحنا بنلاقي مثلا أكيد بالأربعينات وبالخمسينات رح تظهر علامات تقدم في السن، لكن لما بتكون الشخص بالعشرينات ومبينة بشرته كأنه عمره بالثلاثينات أو بالأربعينات فهو حصرا عنده نقص بالكولاجين يتبعه نقص بالفيتامين سي. هي نربطهم مع بعض. اللي عنده مشكلة بالغضاريف وهو عمره بالثلاثينات، بتلاقي لك ست عمره بالثلاثينات وعم تصلي على الكرسي، هي عندها مشكلة بالغضاريف أو بمفاصل بالركبة، فهي عندها حتما نقص بالكولاجين الموجود بغضاريف الركبة وبالتالي يتبعه نقص بفيتامين سي. فبنتيجة الأعراض حسب كل وين المشكلة موجودة، بالبشرة، بالشعر، بالغضاريف، بالأوعية الدموية، بالكليتين، بالعين، فبنعرف هي المشكلة تماما شو يرفقها من النقص من المعادن فيتامينات. طيب كثير من السيدات بمجرد ما تشوف بهتان ببشرتها بتروح تلجأ لبعض المنتجات الكريمات اللي فيها أو بتحتوي على كولاجين، هل هذا يعتبر يعني علاج ناجح لهذه الحالة؟ جميل جدا. أنا بدي أقول رسالة مهمة جدا، في كتير منتجات سواء كانت بالصيف أو بمستحضر بمحلات التجميل كريمات أو سيرومات الكولاجين. إحنا بنقول الكولاجين نفسه لن تمتصه البشرة، الكولاجين جزيئة بروتينية كبيرة غير قادرة على اختراق البشرة، وإنما لابد أن نبحث عن الأحماض الأمينية اللي بتركب الكولاجين، يعني مكونات الكولاجين هي البشرة تكون قادرة على امتصاصها واستقطابها ودخول حاجز الجلد، غير ذلك فهي عبارة عن ضحك للأسف ومنتجات تجارية، وهون بتكون سعرها باهظ بتكون. أما الكولاجين بقول لك أنا هذا مستحضر فيه كولاجين، هذا غير لن تستفيدي منه سواء كان كريمات أو سيرومات أو أي كانت مراهم، لن يخترق حاجز الجلد. نحن نبحث عن البيبتايد أو الهيدرولايز، هدول المكونات الأساسيات للكولاجين اللي قادر الجلد أنه يمتصهم ويشكل لي الكولاجين. هدول ممكن يكونوا موجودين في كريمات تماما ولا؟ هدول نبحث عن هدول المكونين البيبتايد أو الهيدرولايز، هن اللي قادرين أنه يمتصهم الجلد ويصطنعوا لي الكولاجين مع وجود الفيتامين سي مع وجود الهيالورونيك أسيد. هذا المركب يكون كامل متكامل فعلا حتستفيد منه السيدة، وتلاقي يعني بخلال ظرف يومين نتائج سريعة جدا برونق البشرة، وبشرة ممتلئة، بشرة مشرقة، بشرة خالية من الشحوب أو خلينا نسميها التجاعيد البسيطة، الخطوط البسيطة. طبعا نحن ما عم نحكي على التجاعيد اللي بتكون بالجبهة غميقة أو حول الفم، لا، هدول بصير فيه حقن نعم. الكولاجين أو حقن الفيلر، لكن نحن عم نحكي لبداية التجاعيد. هيك بنقول الأفضل ونصيحة لكل الصبايا تبدأ من عمر 25 باستخدام مستحضرات الكولاجين كسيروم، ليس ككريمات، كسيروم هو الافضل. لكن هاي اللي بتكون مركبه مثل ما ذكرتي تماما، هايلوريك اسيد، فيتامين سي، بيبتايد وهيدرولايز، ابحثوا عن موجوده في ذات السيروم او بذات سيروم واحد، منتج واحد، وفي شركات مضمونه ومعروفه. هلا بنرجع نقول شو افضل الكولاجين اذا واحد بيستخدمه داخليا. في عنا كبسولات وفي عنا باودر وفي عنا شراب. نقول افضل شيء تبحثي عن الشراب لو الست بدها تاخذه داخليا وصارت بعد عمر ال 35، وما عاد يفيدك بقى فقط الكريمات او السيرومات فوق ال 35، لا، بحاجه الى كولاجين داخلي. فافضل شيء هو شراب الكولاجين، بيتبعه الباودر، بيتبعه الكبسولات. يعني رقم واحد بالصيدليات موجوده الشراب، الباودر، بعدين الكبسولات. يعني هو هذا ذات الشراب الزهري اللي احنا بنلاقيه بالصيدليات بغض النظر عن ذكر تماماً. اسم الماركه تماماً. هل هو ذاته؟ هو تماما نعم. هو الشراب الموجود فيه بيكون وطبعا هو سبحان الله طعمته غير محبذه، فبنلاقي فيه نكهات، بنكهه الرمان، بنكهه نعم. التوت، بنكهه، لانه طعمته غير لطيفه. والافضل افضل نبحث عن منتج سمكي او منتج من الماكولات البحريه، يكون منتج بحري هو الافضل، لانه للاسف لما يكون منتج من الحيوانات الاخرى، الدجاج او الابقار، الكولاجين عم يجي فيه بعض الحيوانات اللي بتكون مهجنه او حقنه هرمونات، لكن نحن نضمن انه الاسماك ما عم يوصل اليد البشريه وما اخذت المواد المهرمنه او مهجنه، فبالتالي هي الافضل اللي بتكون منتج بحري. وللاسف برجع بقول طعمته غير محبذه وبتسبب رائحه فم غير محبذه عند بعض السيدات، بسبب غثيان او أقياء او يعني لعيه نفس بتسبب. لهيك بنقول تاخذيها قبل النوم، افضل شيء يتناول فيه الكولاجين سواء كبسولات او شراب او الباودر هو قبل النوم، لانه احنا ما بدنا يكون بعده في طعام. او تحب الصبيه او يعني الست انه تاخذه قبل وجبه الافطار بعيدا عن فنجان القهوه. هي كثير بقول لك انا ما اكلت شيء بس شربت فنجان القهوه واخذت مسحوق الكولاجين، هذا بنقول خطا. الكافيين موجود بالقهوه مع الكولاجين بيمنع، بيعيق امتصاصه وبالتالي ما حتستفيدي منه. فيكون فارق زمني بين الوجبه وبين فنجان القهوه لو حبت الانثى تاخذه فتره الصباح. طبعا هذا الشراب او الادويه ممكن تكون مفيده لكافه اجزاء الجسم مش فقط لبشره الوجه. لا، هلا اللي حكيت انا البيبتايد والهيدرولايز هو فقط للبشره. نعم، نعالج نحن الكولاجين له انواع. نعم. الكولاجين موجود بالغضاريف يختلف عن الكولاجين موجود بالبشره، يختلف عن الكولاجين موجود بالكبد، يختلف عن الكولاجين موجود بالاوعيه الدمويه. كل نوع، كل عضو وكل نسيج فيه كولاجين خاص فيه. فانا حكيت الانواع عن الكولاجين الخاص بالبشره. الكولاجين تبع الغضاريف نوع اخر تماما،
ومسحوق اخر تماما ومنتجات اخرى تماما. طيب قبل ما ننتقل له انا حابه اسال، في كثير من الناس بتجيب سيرم فيتامين سي وبتجيب كريم يحتوي على كولاجين، بتحط السيرم على البشره وبعدين الكريم، هل هذا ممكن يكون علاج ناجح؟ ممكن ممكن تماما، لكن دائما بقول ان السيرومات هي افضل امتصاص للبشره، لكن هي خطوه نضع اولا سيروم انه هو يمتص اسرع فيتامين سي، ثم المرطب اللي هو بهيلوريك اسيد فيه كولاجين، ما مشكله ابدا. طبعا نقول ما الكولاجين كجزيئه بروتينيه كبيره، نقول المكونات الكولاجين هي مهم، نقطه كثير مهمه. نعم. نضع بعض السيروم بيكون رائع جدا. وهلا صار انا نحن يعني كمختبرات او عم نشوفه كتجارب، الافضل انه نجيب كل منتج لحال، يعني نقول نجيب سيروم فيتامين سي لحال، سيروم الكولاجين لحال، سيروم الريتينول لحال، سيروم النياسيمين لحال، يعني تعالجي كل بشره لحال لما عم يكونوا كلهم بمنتج واحد، لانه المشكله اللي عندي غير المشكله اللي عندك. نعم. صحيح كلياتنا نحن بنبحث عن بشره ممتلئه، بشره مشرقه، بشره فيها نضاره ومشدوده، لكن بيكون في عندي مشاكل غير مشاكل عندك، عندي انا مثلا بقعه بنيه، عند حضرتك مثلا في تشققات، فنفضل يكون كل منتج لوحده ونستخدمه مع بعض. يعني مثلا انا الريتينول ما بحاجه له، ما في داعي يجيب منتج كامل كل المواد الموجوده فيها واتعب بشرتي او ما راح الاقي النتيجه المرجوه. نعم. وبالتالي لما بيكون كل منتج لحال حيكون تركيزه افضل. لما بتستخدمي انت مثلا ريتينول مع الفيتامين سي رح يكون فيتامين سي تركيزه قليل جدا، وبالتالي ما حتلاقي الفائدة. ونقطة مهمة كمان بحكيها، انه فيتامين سي لما بتستخدميه كسيروم ما يكون تركيزه اعلى من 20%. للأسف بعض الشركات او الشركات خلينا نسميها تجارية بتستخدم فيتامين سي تركيز اعلى من 20%، فبالتالي عم يسبب مشاكل. بتقلك انا بدي روح حروق الشمس اللي تعرضتها بالصيف. نعم. صار عندي حروق من فيتامين سي لان استخدمته بتركيز عالي، فنحن التركيز العالي الفيتامين سي مو هو الصح. هذا خطير تماما. صح، وبيروح الترهلات، بيساعد على اخفاء حروق الشمس، لكن بتركيز من 10% الى 20%. فنكون واعيين هي النقطه، ما ننساق وراء الشركات التجاريه او الشركات اللي بتكون عم تروج لها يعني بيعملوا سبونسر بالفيسبوك او عبر الواتساب، ننتبه للتراكيز ونكون حريصين نعرف شو المكونات الموجوده ضمن المنتج. نعم. بالنسبه للكولاجين ايضا، يعني الكريمات اللي بتحتوي على الكولاجين، هل في تركيز معين فيها، او في حال زادت عن حد معين ممكن تكون ضاره ولا لا؟ تماما، سؤال مهم جدا. هلا ايش برجع بقول، حسب المشكله الموجوده عندها. اذا عند المشكله كولاجين انا فقط كوقايه عم استخدمه، اكيد رح يكون تركيزه بيختلف تماما. لو انا عندي مشكله، انا بدي اعالج مثلا عندي بدايه تشققات، او عندي بدايه ترهلات حول منطقه الفم او في منطقه الجبهه او منطقه حول العين والحاجبين، فبتختلف التركيز. فانت بدك تعرفي شو المشكله اللي عندك، ساعتها بتبحثي عن التركيز. لكن والله انا استخدم تركيز بشكل عشوائي، لا، حلاقي اثار عكسيه، وكثير بنلاقي اثار عكسيه للكولاجين وخاصه اللي بيستخدموه بشكل داخلي. يعني هلا بنكون استعمالات خارجيه حيكون تاثيراتها اقل. نعم. لكن تستخدمي تراكيز عاليه من الكولاجين بحجه انا بدي والله بخلال شهر احصل على بشره ممتلئه مشرقه، لا، اكيد لا. التراكيز العاليه من الكولاجين عم تسبب مشاكل رهيبه جدا بالجهاز الهضمي، يعني هو ماده رغويه كالرغاء. فلما عم تستخدميه بتركيز عالي واستعمال يومي ولفتره طويله، عم يصير في مثل التصاقات ضمن القولون. فنحن دائما بنقول استعمالها 3 شهور، تعمل ستوب شهر، بعدين ترجعي 3 شهور، بعدين ستوب شهر. هالاستراحة للشهر هي مهمة جدا، تستخدم فيها البروبيوتيك، تعمل إعادة ترميم للفلورا المعوية. فهو في فن باستعمال الكولاجين حسب كل حالة. هاي نقطة مهمة. أما استخدامه مدى طويل، بتقلك السيدة أنا والله صلي سنتين بستخدم الكولاجين وما وقفته، طب شو عندك، شو عمت عندك؟ لك أنا معاني من تلبك معوي وعندي مشاكل بالقولون، ويمكن عندي قولون عصبي مدري قولون تقرحي، هي نتيجة الاستعمال الخاطئ للمادة الغروية الهلامية من الكولاجين. في حال استخدمنا الكولاجين مثلا لفتره معينه قطعناه فجاه، هل ممكن يكون في له اضرار؟ لا ابدا، ما في له توقف فجائي نهائيا، ما في اي اضرار، ولا انه ما فقط حيصير ترجع من الاول. نعم. يعني استعمال من البدايه من الاول، خاصه لو في عندك مشاكل. احنا بنطلع من فتره الصيف مشاكل بتكون كثيره بالبشره، بنستخدم الواقيات الشمسيه، بنستخدم المرطبات، لكن الا ما البشره تتعب من اشعه الشمس، خاصه لو كانت ست المنزل عندها عمل يعني خارج المنزل، تطلع بتفوت بتتعرض لاشعه الشمس. لهيك بنقول الواقي الشمسي مهم جدا لنفعل الكولاجين، لانه اشعه الشمس هي مدمره رقم واحد للقضاء على الكولاجين. نعم. فهي نقطه كثير مهمه. نحن الكولاجين في عنا نوعين منه، منه الكولاجين نستخدمه كمصادر انه نعزز تصنيع الكولاجين، ومصادر انه لا، نحن ندخل الكولاجين، نحن بدنا الكولاجين ندخله على اجهزتنا من خلال المواد الغذائيه. واهم منتج غذائي بالكولاجين، تخيلي وين اسراء، هو جلد السمك. جلد السمك رائع جدا. نحاول لما بناكل السمكه ما نرمي جلدها،
وجلد الدجاج كلنا بنرميها تماما، وجلد الدجاج انا مستحيل اكل جلد السمك كله الحلال ولا جلد الدجاج تماما هلا جلد الدجاج انا ضد واحد يتناوله مثل ما حكيت الا اذا تاكدنا انه عضوي انه ما عم يحقنوا اي مواد هرمونيه. لكن جلد السمك رائع جدا، غني بالكولاجين المهم، يعني رهيب جدا للغضاريف، لكل الجسم، للغضاريف للمفاصل للبشره، رائع جدا. هيك انا حكيت ان الكولاجين من مصدر السمكي او مصدر ماكول البحري هو الافضل وهو رقم واحد وهو الاغلى حقيقه. نعم. انه بيكون مانو يعني الاسماك مانو مهجنه. طيب من ناحيه اخرى فاتن، هل صحه البشره مرتبطه بصحه الشعر؟ يعني في حال تناولنا هذه المنتجات للبشره هل ممكن نفيد الشعر؟ يعني لا، هلا شوف مثل ما حكيت انه كولاجين الشعر مختلف تماما، مختلف عن كولاجين البشره. وصار في للاسف يعني بقول لك انا عم اعمل كولاجين وعم اعمل بروتين لشعري، الكولاجين صح مفيد عم تستخدميه للشعر، لكن عم يحطوه بماده حافظه هي الفورم الدهيد، هي ماده مسرطنه، يعني بقول لك بتركيز 1% بتركيز 2%، طب قد ما كان تركيز مادة مسرطة عم احتفظ فيها مادة بروتينية، فأنا كيف بدي استخدمها لشعري؟ كيف بدي اتنفسها؟ عم يحطوا مثلا ساعات مادة الفورمالديهايد، فورمالديهايد هي مادة مسرطنة عم تكون بتركيز، بقول لك أنا يعني بتباهوا المتاجرات فيها إنه أنا تركيز كتير قليل، يعني هو مادة بروتينية فاسدة ستفسد بدون مادة حافظة، فنحن هيك دمجنا يعني مادة مفيدة مع مادة مسرطنة، فكيف الفائدة بدها تكون؟ فأكيد هذا الشيء غير صحيح. بنقول لو بدك تستخدمي أنت الكولاجين لشعرك بتستخدميه كمصدر داخلي، انت استخدمي كمصدر داخلي بشكل شراب الكولاجين خاص للشعر بيكون رائع جدا، وبتلاقي فوائد مع مستحضرات الشامبوهات بتكون تحتوي على الكولاجين افضل من الكولاجين اللي بيستخدموه للشعر وبيحطوا بعده نعم. ليس حراره عاليه، فهي كلها للاسف صح تلاقي نتيجه انيه بتلاقي، لكن بعد فتره حترجع المشكله وحترجع تعيدي، بدك تعيدي من اول وجديد مشكله الكولاجين او تعيدي العمليه اللي عملتها بالكولاجين نعم. الصناعي. طيب بنلاقي عاده كثير كمان يعني من الكريمات اللي بتحتوي على فيتامين سي او الكولاجين بتكون طبيعيه، فهل هاي تعد مفيده ولا لا لابد من وجود مواد كيميائيه بتركيبه معينه لحتى ناخذ الفائده بشكل اكبر؟ جميل جدا. هلا بنقول الفيتامين سي الموجود بشكل طبيعي مستخلص من المواد الطبيعيه مع الكولاجين، مستخلص من المواد الطبيعيه مع الهيلورونيك اسيد المرطب مع مستخلص، هذا افضل منتج، هذا افضل منتج بيكون. هلا في الاسكوربيك اسيد موجود بيكون بشكل صناعي، لكن مثل ما تفضلتي اسراء انه الطبيعي بيكون افضل اكيد، المنتجات الطبيعيه افضل اكيد، لكن انا كمان بدي حق يعني خلينا ننشر رساله انه ليش نحن ما ناخذهم بشكل داخلي؟ نعم. يعني لما ناخذ المنتجات الكولاجين بشكل داخلي، لما نحفز التحفيز ناخذ مواد غذائيه نحفز الكبد على انتاج الكولاجين بيكون افضل. طب كيف نحفز انتاج الكولاجين؟ افضل شيء يمكن تستغربي فيه اسراء ويستغربوا فيه المشاهدين هو الثوم. تناول الثوم الغني بالكبريت رائع جدا، يعني رغم رائحته رغم تماما رغم الانزعاج منه، لكن نحاول ندخله يعني مثلا بلبن عيران، نحط فصين ثوم بالسلطه بالفتوش باي مقبلات، ناكل الثوم، هي كلها بتكون عم تحفزي على انتاج الكولاجين. يعني مثل ما حكينا نحن ان جلد السمكه فيه كولاجين طبيعي، لكن ايضا بدنا مواد غذائيه نحفز جسمنا على انتاج الكولاجين. الفاصوليه بكل انواع، البيضاء الحمراء السوداء الخضراء، رائعه جدا بتحفيز انتاج الكولاجين. نتناول فيتامين سي، الفلفل الاحمر رائعه جدا جدا، الاحمر اكثر شيء رائع جدا بالفيتامين سي، فيها نسبه عاليه من الفيتامين سي لتحفيز ايضا اصطناع الكولاجين داخليا نعم. بجسمنا. فلو كنا حريصين بوجباتنا الغذائيه على تدخيل هذه المواد الغذائيه ايضا حنكون رائع. واللي عندهم مشاكل بالقولون كيف ممكن يستعيدوا؟ في كبسولات الثوم، كبسولات الثوم موجوده بالصيدليات رائعه جدا. ايضا في عندنا اسراء هي لبان الذكر، يعني هي اللي طعمها فيها مرار، هي ايضا هي ماده هلاميه رائعه جدا، لو ايضا طحناها وضعناها بكبسولات وتم تناولها رائعه جدا للحصول للشعر وللغضاريف. هي الكولاجين ثلاث انواع للشعر وللبشر وللغضاريف، بيكون رهيب جدا، صح طعمه لادع وغير محبب. لبان الذكر من وين بنجاه؟ من العطارين موجودين فيها، ممكن نحله بالمي، ادابته بالمي ويشربه الشخص، ممكن نوضعه بكبسولات، ادخاله بالسلطات باي طريقه، ممكن مهم يدخل داخل جسمنا، رهيب جدا خاصه الاشخاص عندهم مشكله بغضاريفهم او للبشره، انه في ثلاث انواع مثل ما حكيت للكولاجين. نعم. فهي المنتجات لو نكون حريصين فيها بادخالها ضمن نظامنا الغذائي بنكون نحن بالاضافه لانه عم نساعد انه انتاج الكولاجين انه ينفرز، انه ايضا دخلنا كولاجين طبيعي. يعني وما هلا احنا اكيد بعد سنه بالنسبه للبان الذكر في منهم بيعملوا ماسكات منها للبشره، هل هذا بيكفي ولا لا لابد انه نشربه؟ يعني هلا دائما بقول انا 20% الفائده من خلال التطبيق الموضعي و80% من خلال الاستخدام الداخلي، هي قاعده عامه سواء للشعر او سواء للبشره، لكن هال 20% منيح خلينا نستفيد منه، معلش لو طبقتيه موضعي وكمان تناولناه داخليا نستفيد 80% من استعمال الداخلي. طبعا اليه حفظ منتجات الكولاجين وفيتامين سي كيف ممكن؟ جميل جدا. هلا الفيتامين سي هو سريع التاكسد، يعني بالضوء بالحراره وسريع الخراب،
فلذلك بنقول لازم تنتبه الست لما بتاخذ سيروم فيتامين سي تكون بعلبه غامقه نعم. لونها غامق وتوضعه في منطقه كمان يعني مثلا بخزانه تسكر فيها ما يوصل الضوء وتكون حريصه على اغلاقها بشكل يعني محكم الاغلاق ونص تسكيره. في داعي تحطها بالثلاجه ولا لا؟ لا اطلاقا لا بجو درجه حراره الغرفه العاديه كافي، لكن هو يتاكسد بالضوء وبرطوبه الجو هون بيفسد، لذلك نكون حريصين يعني اذا كان سيروم بعلبه فاتحه ما نجيبها نعم. يكون سيروم بعلبه غامقه تكون لونها بني او لونها اسود بتكون وتوضع في غرفه بخزانه حيث نسكر فيها ما يفوت الضوء او يصير فيها اكسده، هي مهمه جدا نعم. اما كريمات الكولاجين هي اللي بتكون ما لها سريعه الفساد انه فيها مواد حافظه، لهيك بنقول هي خطيره على الحامل نعم. كثير بتسالك الحامل انا صار عندي شحوب ببشرتي صار في عندي تصبغات فبتلجأ للكولاجين، نقول للحامل للاسف انت ممنوعه من استعمال مستحضرات الكولاجين. مو الخوف من الكولاجين نفسه، الكولاجين هو موجود اصلا ذاتا باجسامنا، وانما الخوف من المواد الحافظه اللي بيحطوه فيها من السواغات الموجوده فيها، بيوضعوا في مثلا فيتامين اي، الفيتامين اي نحن معروف انه الحامل ما لازم تستخدمه، بيوضعوا فيها كميه كبيره من السكر حتى يكون كماده حافظه فالحامل منخاف عليها، لكن هو امن المرضعات، حتى المرضعات لك انا عندي بهتان بالبشره، عندي مثلا شحوب بالبشره، فهو امن على المرضعات ما في خطر، لكن فقط الحامل الا عليك انه استخدام فقط سيرومات فيتامين سي والواقيات الشمسيه والمرطبات العاديه اللي فيها الهيالوريك اسيد، ابتعدي عن مستحضرات الكولاجين. بس كيف بنحفظ مستحضرات الكولاجين؟ فقط اغلاقه، ما بتحتاجين فيها مواد حافظه اصلا، لان الكولاجين هو ماده سريعه الخراب. ما بتحتاج ثلاجه ولا لا شيء. لا اطلاقا اطلاقا، هي فيها مواد حافظه تحفظها فقط في جو درجه حراره الغرفه مع احكام اغلاقه فقط بيكون كافي. يعني حقيقه نشكرك جزيل الشكر فاتن على كل هذه النصائح القيمه فيما يتعلق بتحفيز فيتامين سي والكولاجين في اجسادنا واليه تناولهم، شكرا جزيلا لك.